أغسطس 2011 لم يتوقع أحد أن ينتهي شقيق الفنان الشاب أحمد عزمي هذه النهاية البشعة، فقد عثر عليه والده قتيلا في شقته، الجاني ذبحه ببشاعة وسرقه، ولكن أجهزة الأمن لم تتأخر أكثر من 24 ساعة للتوصل لشخصية القاتل والتعرف على ألغاز هذا الحادث. فك غموض الجريمة لم يكن سهلا، لكن رجال المباحث كانوا يدركون أن الوقت ليس في صالحهم، فشقيق القتيل شخصية شهيرة. وسرعان ما سيتحرك الرأي العام ساعتها ويمثل عنصر ضغط على أجهزة الأمن في حالة التأخر في ضبط القاتل. وهكذا نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة ساعتها برئاسة اللواء كمال الدالي في حسم القضية قبل مرور يوم على الجريمة. ولنبدأ من البداية، ففي شقة في أحد الشوارع الجانبية في حي الهرم استيقظ سكان العمارة في الساعات الأولى فجرا على صوت طرقات قوية على باب شقة جارهم حمدي، فاتجهوا إلى الشقة ليستطلعوا الأمر ليجدوا الأب عزمي سن 71 سنة والد جارهم حمدي، والتوتر يكسو ملامحه. فأكد لهم أنه شديد القلق على ابنه، وشرح أنه كان ينتظر ابنه على مائدة الإفطار لكنه لم يحضر، وهاتفه المحمول مغلق منذ ساعات عديدة، وأنه يشعر بأن ابنه تعرض لمكروه فهو لم يتعود إغلاق هاتفه، وطلب عزمي من الجيران مساعدته في خلع الباب. واقتحم الأب والجيران الشقة حيث كانت في انتظارهم مفاجأة قاسية. الدماء كانت تملأ أركان المنزل، والرضهة بدت عليها آثار مشاجرة عنيفة. وبسرعة اتجه الأب وهو يصرخ نحو غرفة نوم ابنه، وانهار وسقط على الأرض إذ لم يتحمل المشهد المرعب الذي وقعت عليه عيناه. ابنه الأصغر كان يركض على الأرض مدرجا بدمائه. فتوالت صرخات الأب وهو ينعي ابنه بكلمات تمزق القلوب. حاول الجيران أن يخففوا من وطأة الحدث، لكن الأب عزمي أغمى عليه قبل وصول رجال المباحث. وصل مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اللواء كمال الدالي ومفتش مباحث الهرم وخبراء الطب الشرعي والأدلة الجنائية، وبدأت رحلة البحث عن الجاني. وراح الخبراء يفحصون كل شبر في الشقة للتوصل إلى دليل يقودهم إلى القاتل. الشواهد كانت تؤكد أن المتهم شخص يعرفه القتيل جيدا، فقد فتح له باب الشقة بإرادته وقدم له مشروبا مثلجا. ثم حدثت بينهما مشاجرة أدت إلى الجريمة البشعة، وقام المتهم ببعثرة محتويات الشقة وهو يبحث عن مسروقات ثمينة وغدر المكان. عثرت الشرطة على بصمات للقاتل الذي لم يتعامل بالحذر الكافي مع الجريمة، رغم أنه حاول غسل آثار الدماء عن السكين التي ارتكب بها الجريمة، وأزال بعض البصمات من رضهة المنزل، لكنه ترك بصماته على كوب العصير وغرفة السفرة. وأفاد الجيران أن المجني عليه انتقل إلى المنطقة قبل بضعة أشهر وعاش بمفرده في الشقة، ورفض أن يعقد صداقات مع جيرانه، وكان مقتضبا في حديثه معهم، ولم يعلم معظمهم أنه شقيق الفنان الشهير أحمد عزمي. فيما كان رجال المباحث يستمعون إلى الجيران، بدأ والد حمدي يفيق من ذهوله، وحاول أن يبدو متماسكا وبكل هدوء وحسم. طلب منه مدير المباحث أن يستجمع قواه حتى يكشف لرجال المباحث أسرار الحادث قبل أن يهرب الجاني بجريمته. وتأكد الأب من أن شهادته ستكشف للشرطة تفاصيل من شأنها ضبط القاتل، فبدأ الأب عزمي يدلي بأقواله. أقوال الأب كانت تشير بأصابع الاتهام نحو أحمد صديق ابنه حمدي، فقال إن ابنه تعرف إلى أحمد الذي لا يتجاوز عمره 19، وكان حمدي يستقبل أحمد كثيرا في منزله. وجزم الأب أن أحمد هو آخر شخص زار حمدي قبل مقتله، فقد اتصل الأب بابنه فأخبره حمدي أنه يجلس حاليا مع صديقه أحمد. وسأل رئيس مباحث الهرم بواب العمارة
فأكد أن القتيل استقبل شابا طويل القامة وقدم للشرطة أوصافه. قام رئيس مباحث الهرم بحصر وتوصل إلى عدة أشخاص يحملون اسم أحمد، وبدأ الضباط في مضاهاة أوصافهم مع الأوصاف التي أدلى بها البواب، وضاقت الدائرة لتصل إلى 3 أشخاص فقط. عرضت صورهم على بواب العمارة وبعض الشهود فأكدوا أنه أحدهم، فكان أن دهمت الشرطة منزله لكنه لم يكن موجودا. وأقامت المباحث مكامن، وبعد ساعات سقط الفتى الهارب وهو يحاول التسلل خلسة إلى منزله. وكانت المفاجأة حيث عثر رئيس المباحث بحوزته على الهاتف المحمول الخاص بشقيق أحمد عزب. لم يجد أحمد مفرا من الاعتراف، وتوالت أقواله المثيرة، فقال إنه لم يكن ينوي قتل صديقه حمدي حزمي، لكنه تعرض للنصب والخداع منه بسبب إصرار حمدي على عدم سداد شيء اشتراه منه. وروى أحمد أنه تعرف على شقيق أحمد عزمي، وأضاف أحمد أنه كان دائم الزيارات لحمدي في شقته، بما أنه كان منفصلا عن زوجته ويعيش بمفرده. وأكمل القاتل مؤكدا أنه في يوم الحادث زار صديقه وطلب منه سداد ديونه، وأحسن حمدي استقباله لكنه رفض سداد الديون. واحتدم النقاش بينهما وتشابك بالأيدي، فأسرع أحمد إلى المطبخ وأحضر سكينا، وفاجأ حمدي بطعنة في رقبته. وقاوم شقيق الممثل الشهير، لكن أحمد انهال بطعنات أخرى فسقط على الأرض جثة هامدة. لم يضيع أحمد وقته، سرق المحمول الخاص بحمدي ومبلغ 450 جنيه كان يحتفظ بها في خزانته وهرب. وأمرت النيابة ساعتها بحبس القاتل 4 أيام على ذمة التحقيق. من ناحية أخرى، رفض الفنان أحمد عزمي الكشف عن سبب انفصاله عن زوجته ووالدة ابنه الوحيد آدم، وذلك بعد الزواج، وقصة حب استمرت لعدة سنوات، مؤكدا أن إجراءات الطلاق حدثت في هدوء شديد. وهنا دي صورته مع زوجته، انفصلوا مؤخرا، وهنا مع ابنه آدم. دي صور نادرة ليه. من مراحل حياته، ربنا يصبره ويعزيه، والده وأخوه. وده أحدث ظهور لأحمد عزمي في لقاء تلفزيوني في يوم الخميس 24 فبراير 2022. إيه رأيكم؟ هل شكله اتغير ولا لأ؟ شاركونا في التعليقات. وإذا عجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشكرا لكم.